فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل يشترط التتابع في صيام كفارة اليمين؟ نعم. هل يشترط التتابع في صيام كفارة اليمين؟ لا، لم يثبت فيه دليل، لم يثبت فيه دليل. الآية مطلقة 3 أيام، متتابعة أو متفرقة، لكن ورد في قراءة 3 أيام متفرقات متتابعات، 3 أيام متتابعات، لكن هذه قراءة غير مشهورة، غير يعني معروفة. نعم.